شنو جاي تلعبون مطعمها بغزاله؟ كملت طلبه في جابوا لك بعد. ايش قاعد يا ايش قاعد يقول لك بعد فلوس؟ لا ببلاش. انا جابوا لي هالمعمعه قص ببلاش. جابوا لي هالكوبا. ايش الطلب مالي بعد ما نازل؟ ها؟ صار لك ساعه تسحب. شو بعد ما جاء؟ تعال قدوا بعدهم. ان مع العسر يسرا. انتظروا. يعني انا قوه كملت كوباجين جاب بعد وحده. انا ما قايل له. مطعم غزاله. حيدر ياكل خمسه. ها؟ والله يتفيد فيهم بالاربع الفجر. ويعافيهم. لك يا صمود. وراح يروح يحلب كاهي. لك عمي صار ساعة ثلاث كبايات ما جاي كلها. شلون وياكل خمسه؟ ماخذ مشهي. جنسك. وهذا التشريف كنت بس يخلص. يجيبون له غيره. قال هاي اللقمة هاي اللقمة. العباس عليك. اسحق. اضرب. امك تعطيك ايش لقمة؟ ها. ادري انت امك شوف الفيديو ايش بدري. نزل القاص. بالعافية. واخيرا جابوا له قاص. ناس طيبين. اقعد هاي معون. قد ابغى غزالة. بس هسه راح افكر شلون راح اخلص هذا المهم. جاي افكر. شو قلت منو فاصوليا كي؟ شنو قلت؟ هو فاصوليا انا قلت لك كاسه. كاسه؟ هذا طشت فاصوليا عمي. نحييكم من مطعم بيت ابو غزاله. بيت ابو غزاله. بس غزاله. تضيع باللبخ. بس خفوا الازدحام نعمة من الله. عيوني. احلى رماش وينك بداي؟ هو بغزالة عنده داي؟ كله فخامة وزيادة وزن. بس بعد لا تجيب لي شيء. رحمة لامك قدروا لي. راح اموت. بعد ما تلحق لا تكله لا تكبد. مطعم غزالة لمن يعاني من النحول العام. يا بعطيب شيء اجاجيك ذوق خبل. اضرب هاي الكاسة ما اجاجيك. راح يسمع ما راح ياكل قص. امك مسوي لك دجاجي؟ حطيها في العلبه. ها؟ خاف من امك. الظاهر ما متزوج بعده. باوعي حرم صلاه يمه يمه الله يخليك. ها؟ كملها. امك مسوي لك دجاجي؟ حطيها. ها؟ والله عمي يحب امه هذا. اللي يعيش بجال امه مدلل. اي والله. جاب لك بعد دجاجي؟ راح نموت. جاجيك جاجيك اطلي جاجيك. صار قرابة وحدة يا بي. والله بطلع انا خامسة مشكلة. عليكم بالجاجيك. المن هاي والله تبذير يا عمي. اضرب اضرب جاجيك اضرب. انت امك مسويتك جاجيك؟ ها؟ تعلم منه. ايه. انا امي انت اخوان؟ الله يخليك. انت ما متزوج؟ انا متزوج. ها خوش. انا في قطار عشان مسافر. كنت بالخارج. وعذبوك وخذوا فلوسك ورجعوك. ما جاب بالخارج اخواني. عبالي حاربوا الدول الاجنبيه وخذوا فلوسه شقوا جوازه بنو طالب بالعراقيين. لا حد يغادر بالعراق. ابقوا. حملوا فهم لما يتحصلون التعيين. انت متعين؟ لا. تمام تعين ان شاء الله خير. ان شاء الله تعين هاي السنه. بنشوفه متزوج بس ما متعين. عندك عين؟ بالنجده؟ لا عاليات الشرطه. اه محليه. جيب 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 الجاجيك. جيب الجاجيك. جيب الجاجيك. شوفوا الشبكة اللصيف.
نم 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 هاك هذا هاك ابو المطعم جيب بعد جاجيك جيب مدني عمبو جاجيك يا ابوي اكل الفاصوليا يا ابوي مو هلقه قلت لك كاسه هاي مو كاسه عمي انا مو مجد هلقه اكل شوي فاصوليا فاصوليا العباس عليك انت مو تحب امك؟ يطيب من هاي التمه تريده خلي ياكل هو خلي التمه تزرد جاب الدجاجيك صب نلاحظ نفسهم طيبه مطعم سفينه جو سفينه غزاله قاعد سفينه جاب ايه مال حيدر قاسم انا خاف من الزحام جابني هنا انا عود اليوم ما رحت لاهلي رجعت بابا جابوا تمن عنبر لاحظوا تمن العنبر توصل على قوي ماما انا كنت من هنا مبزول هو هبزل اه يا مبزول اه دقيقة عوان هاي فاصولية والله ساعة تضرب دين كبر لي قمتك كبر لي قمتك بعد مرة صار لي جد ماما كنت من فاصولية بابا من جاب الدمو خبر رمضان خلص رمضان يوم ما كنت بعدنا شلون بيوم استشهاد يوم علي كلنا سكننا تمن مدير واحد زوله خرطه دير فاصوليا على تمها دي بديها لا لا عايزين بينزلنا تمن يا عمام اه الفراجات هاي العماره زلم خشنه وانت من داخليه العيون الساهره صب على عناد المضغوطين اعلى معهم تمن وفاصوليا مع القص مع الكبه اصبر النجف ترحب بكم العباس عليك تاكل العباس يشمتك العباس نعمله دع تمك هاي اكل عمي فريش هذا من العمارة عاون اخوك ليش ينال الشهادة واحدة اليوم التعاونت ما ضل ايه جيدك على المدار كمل عمي عندكم صفين في لا الشمار ها عندك جاي بتاع المدارس ايه ما في بدنا غير الزمن اي علي صدق من وجعك يوم الزواج اترس ضلعك اترس ضلعك واحلى رماش احلى رماش على عناد المغرقين من مطعم ابو غزاله ابو عدوه هاي ابو جنتاي ابو جنتاي اسحق 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 هاي طماطية طماطية نومي نومي بعد نومي قلت انت كيف هذا دول المواطنين صاروا مساحة قاعدين قضية المواطنين جاجيك 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 عليكم بالجاجيك هاي زيتونه اجت الكبه العاديه اخوان باعت كبه كبهتين ب 7000 دينار طقن طقن لا بنص لحم حتى لو ما صغر ما بعير ما العجل وقص دقك بيدك عاد قص عمي قص يا مال ايد هاي لا تقص خلي شوفوا المتابعين لك فاهم انت بتباع القبايه هيك وتطبرها ايش فيك؟ شوي شوي يلا طبر طبر قلنا قبايتين ب 7000 يا عم انت ايش قد مطي ورقه صار لهم ساعه ينقلون لك مقبلات اكمش يلا اسحق اسحق دام اسحق ها وين؟ الفراجي راح يموت ما كملت معهم على سبب